قالت هيئة البث الإسرائيلي إن مجلس الوزراء الأمني المصغر وافق على إدخال شحنات من الوقود إلى قطاع غزة، وأوضحت الهيئة أن المجلس اتخذ قرارا بالموافقة رغم معارضة وزيرين للخطوة، وهما وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية، بالإضافة إلى امتناع وزير ثالث عن التصويت. هذا وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه استجاب لطلب أمريكي بالسماح بإدخال شاحنات وقود إلى غزة، وعرض الطلب على حكومته المصغرة للتصويت. للمزيد ينضم إلينا من غزة مراسل الشرق عادل زعنون. أهلا وسهلا بك معنا عادل، ضعنا في آخر مستجدات الأوضاع الميدانية وكذلك الإنسانية. أبدأ هذه المرة أولا من الوضع الإنساني. الليلة الماضية دخل 127 ألف لتر من الوقود، وبالتأكيد هذه الكمية مخصصة للأونروا التي استلمتها ونقلتها مباشرة لمخازنها، وهي مخصصة لعمليات الأونروا لنقل المساعدات. 50 شاحنة الليلة الماضية دخلت إلى القطاع، كلها محملة بالمواد الغذائية ومياه الشرب، وواحدة فقط بالمواد الطبية، المستهلكات الطبية و أيضا المستلزمات العلاجية. المتوقع اليوم أيضا أن تدخل عشرات الشاحنات. كان متوقع في الأيام الثلاثة الماضية أن يصل عدد الشاحنات إلى 100 أو يزيد، ولكن الواضح أن لا زالت وتيرة الشاحنات لا تصل إلى 100، كلها في حدود العشرات اليومية. فيما حملت الجنسيات الأجنبية غادروا الليلة الماضية أكثر من 650. عدد المصابين فقط 9 الذين غادروا غزة إلى مصر أو القطاع إلى مصر، ومعهم 11 من المرافقين. اليوم أيضا دفعة جديدة من المصابين ستخرج إلى للعلاج في المشافي المصرية، إضافة إلى عشرات مرضى السرطان الذين سينقلوا بدءا من هذا اليوم إلى المستشفيات التركية، وتحديدا تم نقلهم من مستشفى التركي المتخصص بعلاج مرضى السرطان، والذي استولت عليه القوات الإسرائيلية بعدما أخلت كل من فيه بداية الأسبوع الماضي. على الصعيد الميداني، الدبابات الإسرائيلية عادت مجددا في ساعات الفجر لتحاصر مستشفى المعمداني، وهو المستشفى الذي كان تعرض لضربات جوية عنيفة قبل 3 أسابيع أسفرت عن المئات من الضحايا والمصابين. أيضا الدبابات عادت لتسيطر على طريق عمر المختار، شارع عمر المختار الرئيسي الواصل بين الشرق والغرب، والذي يقطع مدينة غزة من غربها إلى وسطها، ميدان فلسطين الساحة بمعنى البلدة القديمة. وأيضا الدبابات الإسرائيلية تحاصر مقر البلدية الذي تعرض مرتين لضربات جوية. كل ذلك يأتي في ظل استمرار الاشتباكات في ساعات الليل، استمرت ربما حتى ساعات النهار، وكتائب القسام تقول إنها أوقعت مزيد من الخسائر في عدد من الدبابات في مدينة غزة، منطقة تل الهوى ومنطقة الزيتون جنوب شرق، إضافة إلى بلدة بيت حنون شمال القطاع. سرايا القدس تقول إنها أوقعت خسائر في عدد من المدرعات الإسرائيلية شمال بلدة بيت لاهية في شمال القطاع، وأيضا في محيط منطقة الزيتون. وأيضا كل هذا يأتي في إطار استمرار الغارات الجوية، بما في ذلك غارات عنيفة أوقعت أكثر من 20 من الضحايا في خان يونس لوحدها، ونحن نتحدث منذ ساعة الليل قبل منتصف الليل وحتى الآن أكثر من 100 من الضحايا ومئات المصابين كلهم في مدينة غزة وشمال القطاع. نعم، لم يتم نقلهم إلى أي من المشافي باستثناء بعضهم نقل إلى مستشفى الأندونيسي. عادل، الآن بدأنا نشهد أن هناك بعض التهديدات أو بعض الكلام على أن إسرائيل أيضا سوف تتوجه إلى جنوب غزة، حيث يتواجد أكبر كم من المواطنين هناك بعد تهجيرهم من الشمال.
ما هي خطة الأشخاص، وهل بدأت إسرائيل بالفعل بتوجيه أي تهديدات حقيقية أو طلب النزوح من هذه المناطق إلى مناطق أخرى؟ يعني سمعنا أن هناك رغبة بأن يهجرونهم إلى الغرب، يعني بالرغم من المساحة الضيقة إلى أنهم يحاولون التضييق بشكل كبير. ما الجديد في هذا الإطار حركة النزوح وأيضا الرسائل الموجهة من إسرائيل للمواطنين في غزة؟ أولا، يوم الخميس عبر منشورات ألقتها الطائرات الإسرائيلية أو عبر رسائل نصية وصوتية وصلت عبر الهواتف النقالة لسكان مخيم البريج في وسط القطاع والبلدات الشرقية في خان يونس في جنوب القطاع، أنذرتهم بضرورة إخلاء هذه المناطق. هذه المناطق أساسا هي تم إخلاؤها من قبل السكان دون طلب من الجيش الإسرائيلي، بفعل عشرات بل مئات الضربات الجوية والمدفعية التي دمرت معظم منازل المواطنين القريبة من الحدود. الخشية الكبيرة لدى المواطنين، لدى السكان هنا في جنوب القطاع ولدى أكثر من 800,000 من النازحين الذين جاءوا من غزة وشمال القطاع إلى الجنوب، أن يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية برية، وهذا ما يشي فيه الميدان. كثف الجيش الإسرائيلي في اليومين الماضيين الضربات الجوية بعنف على خان يونس، هناك ضربات دامية، عشرات الضربات الجوية على بلدة بني سهيلة وخزاعة والقرارة وعبسان، وهي كلها بلدات قريبة من الحدود الشرقية مع إسرائيل. هذه الضربات تدفع مزيد من المواطنين للهجرة وللنزوح نحو وسط المدينة، أي وسط مدينة خان يونس ووسط المخيم. هذا كله أيضا لدى الناس مخاوف كبيرة، إن حصلت عملية تقسيم جنوب القطاع سيزيد من الوضع مأساوية. شكرا جزيلا لك عادل الزعنون مراسل الشرق، كنت معي من غزة، شكرا لك.